اليوم كنديروا فواحد المؤتمر دولي مهم جدا، مهم جدا في علم الفضاء، لان كتعرفوا الانسان ولا كان كيمشي للفضاء ويرجع، دابا ولا كيفكر بيمشي غيبقى. دابا في 2026 الانسان غادي يمشي للقمر باش يجلس ماشي باش يطل ويجي، ولا في 2030 الانسان غادي يمشي للمريخ وغادي يجلس ما غاديش دونك انا لي سامبل، غيمشي ويحاول يلقى كيفاش يعيش تما. واهم حاجه في العيشه هي كيفاش يبني، فين يسكن. ففي المريخ تنفكروا بان غادي يكونوا كهوف ديال البراكين، غادي يحاولوا يسدوهم ويديروا فيهم الاكسجين باش يعيشوا، ولكن هاد الشباب عندهم فكره اخرى، عندهم دي زابريمون 3 دي كيبنيو، عندهم افكار زوينه باش يحاولوا يساعدوا هاد لي زاسترونوت، يساعدوا الناس هادو اللي غادي يمشيو كيفاش يبنيو اما في القمر ولا في المريخ ولا خارج الفضاء ديال الارض. حتى هما يكونوا بنايات ان شاء الله، ماشي الا بدا يكونوا بالطين وبالحجر داكشي، غيكونوا بمواد اخرى. وهذه زعما اول مؤتمر في افريقيا هو هذا دوك في المغرب. دونك كنشكر انا السي العمري جون اركيتكت كيفكر في هذه الفكره، دونك عنده واحد بعد نظر. باش نكون صريح معاك، الاستقرار خارج الارض صعيب شويه، ولكن لا بد خصنا نبداو، كنبداو كل واحد يبدا من جهته. لي شيميس يبداو بالمواد الكيميائيه، والناس ديال الاركيتكت كيفين غنسكنوا داكشي. دونك هذه هي البدايه، دونك كيفكروا هذا مشروع عالمي. وكما قلت لكم اول مره كيكون في افريقيا الاركيتكت العمري جون، زعما عنده بعد نظر كما قلت، وعنده فكره جمع لي اركيتكت ديال المغرب باش يعطيهم ورشات ويحاولوا يبدعوا. سي لونوفاسيون، داكشي علاش درنا في مدينه الابتكار سي لونوفاسيون، باش يلقاو حلول لهذا السكن. واذا لقيتي الحلول للسكن لقيتي الحلول لكل شيء. دونك هنا في اكادير دايرين واحد الورشه، اول ورشه على الصعيد الوطني والقاري، سميتها سبيس ارك وركشوب، اللي فيها طلبه من مدن، طلبه ديال الهندسه المعماريه من مدن مختلفه في المغرب، وغادي نخدموا ان شاء الله على كيفيه وامكانيه تصميم مباني لرواد الفضاء على المريخ وعلى القمر وحول الارض. وهذا الشيء وهذا البروجي هذا دابا كاين في البروغرام ديال نازا، دونك وكاله الفضاء الامريكيه، بروغرام ارتيميس، اللي غادي يمكن من رواد الفضاء يبقاو بطريقه دائمه على سطح القمر. وهذا كيمكن المهندسين المعماريين يفكروا في، نقدر نقول، في مباني ومنازل الا ممكن تسميها بحال هكا، على كواكب اخرى. وهذا الشيء علاش حنا دايرين هذا الورش اليوم، باش نشوفوا الطلبه المغاربه تبارك الله عليهم على مدى الجاهزيه ديالهم تقنيه وفكريه في هذا المجال هذا. من هذا في السؤال هذا، كيف قلت لكم البروغرام ديال ارتيميس ديال وكاله الفضاء الامريكيه غادي تمكن رواد الفضاء باش يسكنوا بطريقه دائمه على سطح القمر. دونك غادي يبقاو، غادي يكونوا اربعه ديال رواد الفضاء بواحد الطريقه دائمه على سطح القمر. دونك هذه الامكانيه ديال 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 الحياه باش يقدروا يمشيو رواد الفضاء للكواكب اخرى كاينه، كاينه بروجي، كاين معقول زعما كي كوريكت. ونقدر نعطيكم السنه هو 2026 ان شاء الله، غادي يكون ارسال ديال اول رواد الفضاء غادي يرجعوا على سطح القمر. دونك 2026 كاينه امكانيه حقيقيه اللي غادي نعيشوها ان شاء الله الا بقينا في الحياه.